اهلا بكم من جديد. وصلنا لاخر فقرات برنامجنا كالمعتاد، فقره سهم وقوس. لسبب او لاخر احنا في مصر ما عندناش باع كبير دولي وعالمي في لعبه التنس. يمكن ميار شريف مؤخرا ابتدت تدخل في النطاق الدولي ده وتشارك في البطولات الكبرى، لكن الحقيقه مش ميار لوحدها. مصر اصبحت بتملك اكتر من لاعيبه تنس متفوقه على الساحه مؤخرا، بيحملوا على عاتقهم رايه مصر خارجيا في اللعبه البيضاء. من اهم النجوم دي لاعبه وبطله التنس المصريه والمحترفه في الدوري الامريكي، واللي منورانا النهارده لاول مره في نهارك ابيض وعلى شاشه قناه الزمالك، كابتن ريهان رشاد. طبعا بيسعدني ويشرفني تكون معايا النهارده كابتن ريهان رشاد، مشرفاني ومنوراني. نورك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. في البدايه انت بتلعبي تنس، اعتقد باباكي بيلعب هوكي، مامتك بتلعب هاندبول، يعني ايه بقى الميكس الرياضي ده واشمعنى اخترتي تلعبي تنس وانت كمان ابتدي من بدري قوي من وانت عندك 6 سنين؟ 6 سنين. فليه بقى؟ هي مامتي كانت نفسها تلعب تنس فهي اللي دخلتني تنس. أوكي. وبعدين انا اقنعت اخويا بيلعب تنس برضه دخلنا بقى عالم التنس. طب من زمان. وباكي مثلا ما حاولش يقنعك انك تروحي انك تلعبي هاندبول؟ لا، او هوكي. هوكي باباكي بقى هوكي. انا جربت العب هوكي وانا صغيره بس انا بحب العب فرديه اكتر. اوكي. وبعدين لقوني ماشيه كويس في التنس فشجعوني بقى اني اكمل في التنس. طيب بس. لعبتي حاجه تانية غير التنس قبل بقى ما تقرري خلاص انك تكملي في التنس، ولا هي من البدايه اصلا ابتديتي تنس وكملتي خلاص تنس لحد دلوقتي؟ لا، من البدايه لعبت تنس. لعبت سباحه سنه واحده بس. لعبت سباحه علشان اخدم التنس، يعني الفيتنس بتاع السباحه يخدم التنس. وليه ما كملتيش في السباحه؟ عشان كنت مركزه في التنس، كنت بلعب بطولات وكده، وانا اهلي كانوا شايفين ان لازم تركزي في لعبه واحده عشان تبقي كويسه فيها، يعني عشان ما اشتتش نفسي برضه. طب ليه اللعبه دي ما كانتش السباحه؟ انا ما كنتش بحب السباحه، ما كنتش بحب اروح تمرين بدري الصبح وما بحبش الميه وبتاع. اوكي. طيب انت اتولدتي في نيويورك وجيتي مصر وانت عندك 6 سنين. البدايه بقى كانت ازاي؟ يعني لعبتي الاول فين في مصر؟ لعبت في نادي سموحه، طول عمري كنت بلعب في نادي سموحه لحد ما سافرت في 2016. وبدايتك يعني عملت ايه بقى اول ما جيتي واكتر حد شجعك؟ اهلي هم اكتر حد شجعوني ومدرب برايفت بتاعي برضه. لعبت في سموحه وانا عندي 6 سنين، كان ساعتها في مدرب اجنبي. اوكي. كان بيختار اللعيبه الموهوبين. ولما اختاروني من ضمن الفرقه دي بدات بقى ادخل بطولات، ولما بدات احقق اهلي بداوا بقى يركزوا معايا في اني اكمل بطولات في التنس واحترف. طيب انت شايفه انه اصلا حد عمره 6 سنين دي اكتر سن مناسب انك تبتدي تنس، ولا انت شايفه ان انت ابتديتيها بدري؟ لا، في وقتها كان مناسب، 6 سنين كان مناسب. دلوقتي بيبتدوا من 4 سنين، ممكن 3 سنين كمان. اوكي. بس ساعتها ما كانش في كور، دلوقتي في كور سوفت، في 3 مراحل من الكور قبل الكور اللي احنا بنلعب بيها. زمان ما كانش في غير الكور اللي هي اللي بيلعبوا بيها بطولات دلوقتي. كان 6 سنين كويس. طيب انت دلوقتي اصعب فتره او اكتر فتره من فترات بقى من اول ما ابتديتي تنس لحد دلوقتي مرت عليكي كانت صعبه او محتاجه منك مجهود كبير، سواء بقى مجهود انك تتاقلمي على جو معين او في اللعبه، ايه اكتر فتره مريتي بيها بمواقف صعبه؟ في 2015 لما جالي إصابة جامدة قعدت 6 شهور. كانت إيه نوع الإصابة؟ جالي قطع في العضلة الخلفية رجلي يمين، وكانت الدكاترة بيقولوا لي مش يعني ممكن ما ألعبش تنس تاني. ده في 2015 قعدت 6 شهور على بعكاز. أوكي. كان احتمال أعمل عملية بس يعني هي اتحلت من أي عملية الحمد لله. الحمد لله. ودي كانت السنة اللي هي قبل ما أجي السكولرشيب في أمريكا. سافرت 2016، ده كان 2015. اوكي، انت رجعتي تاني امريكا؟ في 2016 جالي منحه، جالي سكولرشيب العب لجامعه هناك. اوكي. فسافرت 2016. طيب انت دراستك كانت هندسه جامعه اسكندريه. اه. فايه بقى يعني انا حاسه ان في لخبطه ما بين هنا وهناك، يعني عرفتي كمان توفقي ازاي ما بين الدراسه وما بين التنس؟ هو ايام المدرسه كانت اسهل شويه. كانوا اهلي على طول ورايا، مدرسه تمرين بسافر على طول، كنت على طول في القاهره لان انا من اسكندريه، بتقعد كلها في القاهره. اوكي. الجامعه كانت اصعب شويه لان في هندسه ما كانوش بيساعدوا.
الرياضيين كنا بالظبط. كذا كمان حد ده. هندسه يعني كليه صعبه، فانت كلية ازاي صعبة كنت بتعرفي تعملي ده؟ وفيها عمل كتير وفيها تسليمات كتير. دكاترة كانوا مش بيساعدونا، احنا كناش، انا ما كنتش لوحدي في الجامعة، كان في مثلا 5 لعيبة تنس كويسين في مصر. اوكي. في دكاترة كانت بتسقطنا، في كان دكتور كانوا بيساعدونا والباقي بيسقطونا. اوكي. فالموضوع كان صعب. بعد 2 ونص قدمت على سكولرشيب وسافرت. لما سافرت حولت بقى هندسة، درست آلام في أمريكا. انت بقى كنت يعني انت حبيتي، انت اصلا كنت حابه تدخلي هندسه ولا هو يعني ككليه قمه وحاجات كده بالظبط، أنا كنت كنت عايزة يا دخلتيها؟ إما آلام يا إما علوم سياسية، بس جالي مجموع هندسة، وزي في مصر جالك هندسة تدخلي هندسة. اوكي. وبعدين بس انت في الاخر اخترتي ان انت تدرسي الحاجه اللي انت قلت حباها. مش هجيب فرصة مرتين لان اختار تاني، فدرست اعلام. طب اشمعنى بقى درستي اعلام؟ اشمعنى اخترت انك تدرسي اعلام؟ درست political science الاول، علوم سياسية في امريكا، وبعدين كنت دايما برد على الدكاترة في الحاجات السياسية لما يتكلموا عن مصر اوكي. كنت والكلام ده كله. مهتمة قوي. اوكي. فما كانش بيعجبهم، فما عرفتش اكمل في علوم سياسية، رحت محولة اعلام وقلت اتكلم براحتي بقى. فانت حاولتي اعلام لمجرد انك عايزه تبقي منفتحه اكتر في الكلام وتتكلمي براحتك. انت حابه انك تكوني مذيعه انا اشتغلت تلفزيون ولا راديو؟ تلفزيون، اوكي. اشتغلت في سبورتس ميديا في امريكا شويه، بس ما كنتش ورا كاميرا، كنت اوكي. فيديو اديتنج، سوشيال ميديا، كاميرا كنت بصور. اوكي. ده كان قبل كورونا، وبعدين دلوقتي شغاله في تنس. شغاله في التنس كايه؟ بمرن. اوكي. بتمرني اصلا؟ بمرن. طيب وانت لسه بقى عندك طموح موضوع الاعلام وان انت يعني حتى لو عملتي مثلا برنامج ممكن تعمليه عن ايه؟ عن ميلي رياضه ولا تنس ولا اوفر اول ولا سياسه؟ لا سياسة لا. أنا حابة رياضة، ممكن اللعب فردية عشان بحس إن شغل حقها قوي في مصر. اوكي. فتنس بس مش الجمهور، التنس في مصر مش كبير، فهي أحسن هتبقى لعب فردية. اوكي. انت حابه ان انت توسعي جمهور التنس وتوسعي عموما بشكل عام جماهير الالعاب الفرديه. بالظبط. طب انت ايه اشمعنى الالعاب الفرديه؟ يعني انت ايه اللي مخليكي مياله اكتر للالعاب الفرديه وانت اصلا اوريدي بتلعبي تنس عن الالعاب الجماعيه؟ هي مش واخدة حقها قوي في مصر، عشان كده ببقى عايزة الميديا تركز عليها شوية انا أكتر. بتكلم كمان انت من الاول ليه حابه اللعبه الفرديه عن الجماعيه؟ ما بح انا ما بحبش بحس ان اللعبة الجماعية بالنسبة لي تبقى بريشر اكتر، ان انا في فريق لو انا عملت غلطة ممكن اضيع الفريق كله. اوكي. في ناس بتشوفها العكس، في ناس بتشوف اللعبة الفردية بريشر اكتر، بس انا بشوف ان انا عايزة طب انا ممكن لك تقولي لي مثلا مميزات الالعاب الفرديه وعيوبها، مميزات الالعاب الجماعيه وعيوبها من وجهه نظرك، من وجهه نظر كابتن ريهام. اوكي. اللعبة الفردية انت اللي شايله الحمل كله، انت يعني بتبذلي مجهود بتاخدي الريورد بتاعه، بتعملي غلطه بتتحاسبي على غلطه بالظبط. لوحدك. اوكي. هو طبعا في ستريس اكتر، في ضغط نفسي اكتر. اوكي. اللعبة الجماعيه انت في فريق بيساعدك، بس برضو ممكن انت تكوني تلعبي كويس قوي بس فريقك ما يبقاش كويس فتخسري. ده اللي انا بحبه اكتر في اللعب الفرديه، ان اوكي. هو انا بلعب كويس النهارده انا هكسب، بلعب مش كويس انا هخسر. ف يعني انت مع فكره انه طالما انا مثلا بذلت ايراد مجهود اخد الريورد عليه ان انا بذلته، في نفس الوقت الناحيه الثانيه انه لو انا غلطت الغلطه دي اتحاسب عليها لوحدي، لكن مش مع فكره ان انا لو فريق حد تاني غلط انا اشيل او انا اتحمل الغلط، او فكره ان انا ابقى بعمل مجهود كبير بس انا مثلا شايفه انه مش زمايلي مش بيعملوا نفس المجهود، فانت حابه ان انت تبقي يعني مجهودك يكلل سواء لو كتير او قليل. بالظبط. ده اوكي. وجهه نظري انا. بصي هو كده كده زي ما قلت لك هو في مميزات وعيوب في دي وفي مميزات وعيوب في دي. اكيد. فكره الالعاب الجماعيه ممكن نقول ان مميزاتها ان هي بتعلمك التيم ورك عموما، يعني فكره كمان بالذات لو طفل يعني تكوين صحاب، تكوين صداقات، بتعلمك ازاي تتعاملي مع ناس، يعني ليها برضو جوانب اجتماعيه تانية فكره اللعبه الفرديه. بس لعبه الجماعيه، اللعبه الفرديه زي ما انت قلتي ان هي فعلا انت بتبذلي حاجه بتاخديها، بتغلطي يعني بتتجازي على قد الغلط، فهي دي فعلا ليها البروز والكونز بتاعتها. دي حقيقه. طيب نتكلم بقى عن سي فيك شويه. انت خدتي
اكتر من لقب، تالت عرب في البطوله العربيه مع المنتخب تحت 16 سنه، واول جمهوريه 14 مره، واحسن ترتيب في مصر كان رقم 7 قبل ما تسافري لامريكا. طيب ايه اغلى لقب عندك، او ايه اكتر لقب كان صعب انك تاخديه او اتبسطتي قوي انك خدتيه؟ لما بقيت نمبر 1 في الايست، ايست كوست في امريكا، ده كان اصعب حاجه، لان ده كان بعد الاصابه اللي كانت عندي في 2015. كانت تقريبا دي كانت اول سنه العب بجد بعد الاصابه، كانت الاصابه مخلياني مش عارفه العب ب اسمها ايه ممكن تقولي وانا هساعدك. اوكي بقدراتي كامله يعني. اوكي كنت لسه رجلي توجعني شويه الاصابه من تداعيات الاصابه. لكن السنه اللي هي 2016 اول ما سافرت دي كانت اول سنه بجد العب، بجد اتمرن كل يوم، وحققت ما خسرتش ماتش السنه دي. فدي كانت ده كان اغلى لقب متهيألي. طيب انتي يعني درستي هناك ودرستي هنا، شايفه يعني في الدراسه الاهتمام بالرياضه مختلف ازاي هنا وهناك بره وجوه مصر؟ بره مصر بيساعدوكي اكتر. بتكلم في الجامعه. أوكي. الجامعه بتهيأ لك كل حاجه، التمرين موجود في الجامعه، الجيم موجود في الجامعه، مدربين طبعا موجودين، علاج طبيعي، غير ان هم بيساعدوكي في الدراسه نفسها. انت بتفتح لك المواد قبل كل الناس اللي هم الستودنت اثليتس، هم برايورتي ليهم يعني في الكليه، بيتفتح لهم المواد الاول. لو فاتك اي حاجه امتحانات بتقعد لك، مش لازم تروحي تحايلي على الدكتور. كندا هو سيستم. ايه تاني؟ في اماكن تذاكري فيها مجهزه، كمبيوترز، كل حاجه للرياضيين بس. بس كل حاجه، الهاوسنج موجود جنب الجامعه، مش بضيع وقت في المواصلات والكلام ده. ففي وقت كتير بيبقى عندي ان انا بعد التمرين اذاكر واجهز لتاني يوم. يعني بالنسبه لك ان هم مهتمين بالرياضه بالشكل المناسب ليكي اكتر، اللي هو بيبقى فيه راحه او اريحيه. يمكن في مصر ما كانش ده موجود في الاول قوي، بس دلوقتي لا، يعني ابتدى يبقى فيه اهتمام اكبر بكتير، ابتدى يكون فيه تسليط للضوء على الالعاب اللي مش واخده حقها. الاعلام ابتدى يهتم بالالعاب اللي هي الفرديه والالعاب اللي ما كانش موجوده قوي في الساحه، الالعاب اللي مش كله كان بيشارك، يعني زي مثلا التنس، زي الامريكان فوتبول، طبعا لعبه جماعيه، بس بتكلم حتى على الالعاب اللي مش ما كانش متسلط عليها الضوء بشكل او باخر. فاحنا دلوقتي ابتدينا شويه نهتم بحاجه زي دي. طب انت قلت ان انت خدتي منحه لامريكا، تفاصيلها بقى جت ازاي وعملتي ايه وقررتي، يعني قولي لي كده تفاصيل المنحه. انا قدمت، هو في كذا طريقه انك تقدمي على سكولرشيبس في امريكا. انا قدمت بالطريقه اللي هي ما حدش ساعدني، انا دورت على الجامعات ورسلتهم كلهم. في 6 شهور كان جالي رد من كام جامعه، وانا اخترت، كنت عايزه اروح نيويورك، اتولدت هناك، فكنت عايزه ارجع تاني نيويورك، فاخترت الجامعه اللي جات لي من نيويورك. وبس مدرب راسلني، سافرت، استناني هناك، كان مجهز لي كل حاجه، الهاوسنج وكل حاجه، وبس وبدات على طول. طيب ازاي ان انت دراسه الرياضه او عموما ان انت تبقي انتو او الرياضه فادتك كشخصيه، فرقت في ايه في شخصيتك؟ لانه اعتقد ان شخصيه هاديه، التنس يعني اعتقد محتاج ان انت مثلا مش هاديه في الملعب، مش هاديه في الملعب. فعشان كده بقول لك يعني الرياضه اثرت ازاي على شخصيتك. انا بشوف ان الرياضه مهمه جدا في بناء الشخصيه، بتخليكي ريسبونسبل اكتر، بتخليكي تقدري تنظمي وقتك، بتخليكي عندك اراده اكتر، عندك عزيمه اكتر، بتعرفي تخلصي كل حاجه في الوقت المظبوط. انا فرقت معايا في شخصيتي، انا عنيده. فده كان بينفع في التنس، ساعات ما بينفعش بره. دي حقيقه، لعبه فرديه اي حاجه فيها عند منافسه الحاجات دي بتنفع قوي فيها، دي حقيقه، بس ما تنفعش بره. يعني ايه مثلا موقف شايفاه ان هو لا العند ضرك فيه بره، في دراسه، في حاجه؟ مش فاكره موقف بالظبط، بس انا عنيده جدا لدرجه ان انا لو حد قال لي روحي اعملي الحاجه دي وانا كنت رايحه هرجع تاني مش هعملها. لكن في التنس بتنفع، ان لو ناس بتشجع ضدي كتير ببقى عايزه اعاند واكسب. نهائي. تنفع في حاجات. طيب دوري الجامعات الامريكي ايه بقى اللي بيحصل هناك؟
دوري جامعات امريكا ما فيهاش، هي الدوري هو الاساسي. اوكي. ما فيش نوادي، فكل الناس بتلعب يا اما في هاي سكول او بتكمل في الجامعه، اوكي. فالدوري هو اجمد حاجه هناك. ماتشات بتبقى كتير جدا، احنا بيبقى عندنا كل اسبوع بنلعب ضد كليه مختلفه، نلعب ماتشين في اليوم، فممكن افضل في الملعب 6 ساعات بلعب. لو ماتش طول 4 ساعات سينجلز ممكن يحصل ساعتين دوبلز اوكي. ورا بعض. بس بيبقى ماتشات كتيره، تمرين كتير، تمرين كل يوم. في تيم وورك بقى هناك، ده الفرق ما بين هنا هنا وهناك. هنا كنت بلعب فردي اكتر، كانش في تيم قوي. هناك انت بتلعبي في فريق، انت لو انت بتخسري بتأثري على الفريق كله، لو انت بتعملي حاجه غلط في الملعب او زي اللعبة الجماعية. بالظبط. فانا اتعلمت تيم وورك هناك اكتر. اوكي. بس دي كانت انت خدتي مكتسبات اللعبه الجماعيه وانت بتلعبي لعبه فرديه، يعني بالظبط. انت خدتي الادفانتجز او البروز بتاعت التيم ورك او اللعبه الجماعيه، وانت في نفس الوقت بتلعبي اوريدي تنس وبتلعبي لعبه فرديه. بالظبط. دي حاجه حلوه يعني، انت فاهمه، خدتي الحاجات الحلوه وسبتي الحاجات اللي انت مش حباها، في نفس الوقت تكوني بتلعبي اللعبه اللي انت بالظبط. بتحبيها. دي حقيقه. طيب ايه بقى من وجهه نظرك لاعب التنس ناجح؟ يعني ايه المواصفات اللي تكون عند لاعب تنس ناجح؟ ان يكون هو عايز يبقى ناجح. ناس كتير تبقى لعيبه كتير تبقى الاهالي هي بتزقهم، هي اللي عايزاهم يلعبوا، بس اللعيبه نفسها مش عايزه تلعب. فهي المفروض تيجي من عند اللعيب الاول، ان هو اللي يبقى عايز يصحى بدري، هو عايز ينزل يجري، عايز يتمرن. طبعا الشخصيه لازم يكون مسؤول، لازم يكون عنده ثبات نفسي في الملعب، الحاجه دي كلها بتاثر. طيب انت الفرق ما بين تنس كلاعبه وتنس كمدربه فرق كبير. ايه هو؟ فرق كبير. في لعيبه بيبقوا كويسين جدا ممكن ما يعرفوش يمرنوا. التمرين انت بقى بتشوفي حاجات صغيره اللي انت متعوده تعمليها، انت بتبقي تعمليها طبيعي، تبقيش واخده بالك منها. بتشوفي الحاجات الصغيره دي ازاي بتتصلح. انا شايفه ان التمرين يعني اني بمرن حسني كلعيبه برضو، لان في حاجات صغيره مثلا لاحظت ممكن اكون بعملها غلط بقيت بعرف اصلحها. في فرق في الشخصيه، يعني لازم تكوني كلاعبه بشخصيه وكمدربه في حاجات لازم تكون موجوده في شخصيتك. اكيد لازم اكون اهدى شويه، صبوره اكتر، صبوره كتير، ان تدريب طبعا زي التدريس يعني محتاجة تعيدي وتزيدي وكل يوم نفس الحاجة، فخلاني صبورة أكتر، أهدى شرف الملعب. كلعيبة أنا مش هادية خالص. فعلا ما انت شكلك هادي جدا بره الملعب. اوكي. يعني حتى مع اصحابك انت هادية. اوكي. لكن في اي حاجه ليها علاقه بالتنس، التنس انا كومبيتيتيف جدا كمان، ففي كل حاجه، كوتشينه، اي حاجه. طيب خليني اسالك عن رايك في نجاح ميار شريف في العالمي. طبعا ميار لعبتي معاه في فتره الشباب واحنا صغيرين. ميار طول عمرها جامده ما شاء الله، يعني طول عمرها فارقه. وميار كانت من الشخصيات اللي هي يبان ان هي هتبقى بطله، من الشخصيات بتشتغل على نفسها، تيجي في البطولات مركزه قاعده لوحدها. في لعيبه تلاقيهم في البطولات عمالين يلفوا قبل الماتشات و... ايوه عشوائيين. اعتقد انا لو كنت لعبت تنس كنت هبقى من الناس اللي من العشوائيين. اعتقد بنسبه كبيره. لا ما هو ده بيفرق بقى. بيفرق من حيث ايه؟ ان لما يكون عندك ماتش لازم تكوني مركزه قاعده لوحدك. معلش بحس الحاجات دي بتوترني اكتر، يعني انا كنت بلعب سباحه لحد قريب، بس بحس ان انا لو فضلت قاعده كده ساكته ما بعملش اي حاجه مركزه، الحاجه بتخليني اتوتر اكتر، فبقعد بقى الهي نفسي يعني. ممكن تكون شخصيات مختلفه. ممكن. بس هي ميار كانت كده مركزه على طول. ميار من عيله كمان كلهم، كل اخواتها كويسين جدا في التنس. طيب انت طموحك ايه؟ انا بتمرن دلوقتي، عايزه عندي اصابه في كوعي. سلامتك. الله يسلمك. المفروض لا برجع منها دلوقتي. بتمرن، عايزه العب بروفيشنال. اوكي. لان دي كانت خطه بعد ما اتخرجت من الجامعه. بس كورونا بدات، كذا حاجه حصلت عطلتني. فدي خطه دلوقتي، المفروض لا بتمرن دلوقتي في مصر الفتره اللي انا قاعده فيها هنا، فربنا يسهل. طيب انت رهان بقى، احنا اتكلمنا عن رهان بره الملعب وجوه الملعب، لكن رهان في البيت بقى عامله ازاي؟
ريهام في البيت عامله ازاي. اه يعني عيلتك بتقول عليكي هاديه لا. ولا لا؟ لا لا لا. طب ما ايه اللي بيحصل؟ ما هو كده في حاجه غلط. انا هاديه واصحابي بس، او يمكن اصحابي القريبين لا برضه. طيب ايه بقى بتبقي عامله ايه يعني؟ من الشخصيات المتمرده كده في البيت وكده، ولا مثلا مش شقيه كده يعني؟ ابتديت تقولي شقيه، انا بحب الفرق. اوكي. ما بقدرش اقعد في البيت. ما بانش عليكي خالص يا ريان، ما بانش عليكي خالص الحقيقه. في الاول بس كده. يعني انت بالنسبه لهم شقيه، سواء بقى الطنط او الانكل. طب حد من يعني طنط او انكل او اي حد من اخواتك لعبوا تنس؟ يعني لا، انت قلتي اخوكي بيلعب تنس. اخويا بيلعب. مامتك وباباكي لعبوا تنس؟ جربوا ان هم يلعبوا تنس قبل كده؟ مش وهم صغيرين. دلوقتي احنا انا وكريم انا واخويا بنلعبهم دلوقتي. بتلعبهم دلوقتي؟ اه. يعني هم ابتدوا يلعبوا لما شافوكوا انتوا بتلعبوا؟ بالظبط. اه. اوكي. طيب انت هواياتك بقى خارج التنس ايه؟ خارج التنس انا بحب الرسم، برسم، بحب اخيط، مش عارفه هوايه بجد؟ غريبه. اه لا مش غريبه، عادي من ضمن الهوايات عادي. طب بتخيطي ايه يعني؟ حاجات اشكال وانا صغيره عادي كنت بعمل فساتين العرايس بتاعتي، حاجات كده، حاجات صغيره يعني. اوكي ده بس حلو، بحب اخيط جدا. ده حلو. انا يعني ما بعرفش اخيط زرار يعني، فصدقيني دي انا ما فيش دي حد في اهلي انجاز. بيعرف، انا لوحدي. اوكي إيه موهبه. خالاتي ممكن، لكن اوكي. مامتي لا، انا بخيط اي حاجه مقطوعه كده. طب اكتر مكان حبيتيه لما رحت امريكا يعني، ليه ذكريات معاكي كده؟ اكتر مكان حبيته المكان اللي بشتغل فيه دلوقتي، ده اكتر مكان، ده عامل زي الساحل في مصر. اوكي. انا بحب البحر، اي مكان جنب ما البحر. اسكندرانيه لازم بالظبط. بنميل للحاجات دي قوي، دي حقيقه. ونيويورك محبوسه شويه، عامله زي القاهره، ما فيش بحر، لازم تبعدي. اوكي. فالمكان اللي بشتغل فيه ده زي الساحل، ده الناس بتروح في الصيف يقعدوا هناك فتره الصيف بس على البحر كله. اوكي. طيب سنس ان انت اسكندرانيه، خليني اسالك بقى اكتر مكان بتحبيه في القاهره. القاهرة أنا بحب التجمع وأكتوبر أكتر من القاهرة نفسها، بحسها زحمة التجمع، هدوء بقى والحاجات دي. آه. أنا شخصيا كده برضه، بس في ناس بقى على الصعيد الآخر لا، بيحبوا إن هم بقى يبقى فيه روح في المكان، بيبقى فيه دوشة كده، بيرتاحوا أكتر لما يحسوا إن فيه ناس حواليهم. بس أنا الصراحة أنا زيك برضه يعني، بحب الهدوء والحاجات دي. أعتقد برضه في اسكندرية هي قريبة الحاجات دي يعني، اسكندرية صعب تلاقي فيه دوشه وحاجات غير في حتات معينه بالظبط. يعني. انا بحس اسكندريه عشان البحر يعني، في تحسي في نهايه تقدري توصلي لها. القاهره انت محبوسه في النص. هو تشبيه دقيق قوي الحقيقه والله فعلا، لان هو فعلا هي بتبقى البحر من الاول هنا لحد هنا. ايوه. فهو خلاص انت مهما انت هتبقي يعني، هتبقي عارفه انت رايحه فين. بالظبط. لكن هنا القاهره انت لو نزلتي حته غلط او طلعتي طلعه مش احسن حاجه، هتلاقي نفسك بالظبط. في كوكب اخر، دي حقيقه. بالظبط. طيب خليني اسالك، هل فعلا اتعرض عليك ان انت تلعبي باسم منتخب امريكا وانت صممت ان انت؟ لا لا، دي كانت سوء تفاهم. سوء تفاهم خدتها. اوكي. هو انا لما اتسجلت في الكليه، كل لعيب بيتحط جنبه البلد بتاعته. اوكي. وانا عشان بس كنت مولوده في امريكا، فكانوا هيحطوني امريكيه يعني. اوكي. وانا قلت لا، انا عايزه ابقى مصريه، انا اتعلمت تنس في مصر، ف عايزه افضل عالم اللي جنبي عالم مصر يعني. لكن مش منتخب، لا، عندهم سيرينا ويليامز. لا وانت ان شاء الله يعني طموحك حلو، وان شاء الله توصلي لحاجه احسن يا من رب. كده كمان بكتير. يا رب. طيب يعني طبعا ده شرف ليا انا شخصيا انت كنت معايا، وحلو قوي ان انت كمان صممتي ان انت تبقي جنب اسمك، اللي هو انت اتعلمتي كل حاجه هنا، فدي شرف كبير جدا طبعا. اتبسطت جدا كنت معاكي النهارده. انا كمان يعني عرفت حاجات كتير عن التنس، وانا شخصيا لسه كنت بقول لاحمد انا عايزه عيالي يطلعوا بيلعبوا تنس، فهجيبهم بقى يتمرنوا معاكي على المستقبل. انا همرنهم لك، سيبهم لي. تمام. شكرا جدا جدا كابتن ريهان. انا مبسوطه جدا كنت معاكي. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من نهارك.